وللتكفل بما سبق تم استهلاك ما قدره 47 مليار دينار جزائري. مناطق الظل: في إطار الغلاف المالي المرصود لمناطق الظل، فقد تم لحد اليوم الانتهاء من تهيئة 1179 من أصل 1500 موقع تم إحصاء مواقع تم إحصاؤها، فيما 330 موقع شرفت على الانتهاء بنسبة تقدم أشغال تتعدى 60%، ونسبة الاستهلاك تقدر بحوالي 16 مليار دينار جزائري من أصل 20 مليار دينار جزائري. بالنسبة لتهيئة المواقع السكنية الريفية، تم التكفل ب 96 موقع، أي ما يعادل 110,849 مسكن ريفي. بالنسبة للتجزئات الاجتماعية، تم التكفل ب 42 موقع، أي ما يعادل 8,000 تجزئة للأشغال التهيئة داخل الموقع، و 50 موقع، أي ما يعادل 20,520 مسكن بالنسبة لأشغال التهيئة خارج الموقع.